تشابترز بتاعتنا اللي كنا بنقول يعني احنا الانتري بتاعنا النهارده احنا مش هنكون ادفانس مش هنتكلم في الانتراكيال انتيبيشن انا هنتكلم على السيمبل مانيفر اللي هو ازاي انا اسسمنت الاير واي طب لما اعمل اسسمنت الاير واي ازاي ان انا افتح الاير واي دوت طب لو فتحت الاير واي ومش كان بينتين اوبن المفروض ان انا اعمل ايه عشان اخليه بينتين اوبن طب بعدها حصل ريسبيرتوري ديستريس احنا نجمع يعني مع بعض كده ستيب باي ستيب تمام لو حصل ريسبيرتوري ديستريس ايه الحاجات المفروض ان انا استعملها لغايه اخر حاجه خالص بقى يعملها ايه السيرجيكال اير واي هو حاجه سيمبل لا احنا قلنا مش هنهتم بالتركيز ولا هو اي سي مش موضوع بيشتغل بيعملوا تركيز لا كليكو سايبر في تمام معرفش انتوا شايفينه لا انا هحكي لكم على القصه ده عيال 43 سنه ماشي الراجل ده وصل للطوارئ مع اصحابه قال له ان هو كان راكب موتوسيكل وعمل حادثه بس للاسف هو راكب الموتوسيكل ما كانش لابس الهيلمت بس قال له هو بعد ما عمل يعني اثناء بعد ما عمل الحادثه واتقلب بالموتوسيكل كان لسه بيتكلم معاهم بس العيان حصل ريبيت بومبنج في الطريق وهما جايين فعبال ما جه بدا العيان يبقى شويه يعني الريسبونس بتاعه بقى اقل شويه ما بقاش فولي كونشس ما بقاش فولي اويرنس تمام الفايتال ساينز بتاعته الهارت ريت 98 البلاد بريشر 120 على 60 الساتوريشن 93% على روم اي تمام والريسبونس بتاعه 16 خلاص طيب اول حاجه احنا عايزين نعمل اسسمنت للعيان هو سبونتانيس بريدنج اي بي سي دي احنا النهارده في الايه انا عايز نعمل اسسمنت للاي واي بس طيب هو اول ايه بنت توك تمام سبونتانيس بريدنج رايت اول حاجه ايه بنت توك طالما العيان قادر ان هو يتكلم معايا يبقى انا كده اول حاجه اطمنت عليها ان الاي واي ده اوبن او هات يعني مكمل تاني في الاي واي طيب تاني حاجه ان هو لو هو مش قادر يتكلم بقى هو مش قادر يتكلم لو ما اتكلمش معاك يعني العيان جاي مش بيرد على شيء قوي كونشس غير كونشس قوي حد جاي معايا ماشي لا انا عايزه انت دلوقتي جايب عيان والعيان ده اهو والراجل ده انت عايزه تعملي له اسسمنت في الاير واي اول حاجه قلنا لو العيان اتكلم معانا خلاص انا كده طمنت الاير واي ايه تاني محتاج ابص عليه؟ وشه لو في فورن بودي وشه عشان لو في فورن بودي وشه عشان لو في فراكتشر ولو في اي حاجه عندها كمان وايه تاني؟ مش عارف كان حصل بوندنج وجاي في الطريق مش ممكن الاقي فيه بوندنج في الاير واي في اي ساوند هو عملته مثلا الساوند وكلام كده انا بعمل اسسمنت اول حاجه ان انا العيان لو بيتكلم تمام لو ما مش بيتكلم ابدا ابص الاول اشوف في اي حاجه في فورين بودي في اي بوندنج في بلاد في اي حاجه موجوده في الاير واي او ان انا بسمع اشوف الساوند في اي ابنورمال ساوند او نويز ساوند ده كده معناه ان الاير واي انفلت او في اي مشكله في الاير واي طيب العيان هو جاي في الاول لسه الاير واي مبين يعني خلاص العيان قلنا اول ما جه عشان شايفين اصلا لا انت بتسمعها عشان جاي من انت الوحيد اللي شايف على فكره هم الناحية الثانية عارف ان ركني بعيد انا مش شايف واللي ورا يعني اكيد يعني برضه انا مش شايفه مثلا ممكن ابعتها بي دي اف ممكن ابعتها مع الجروب بي دي اف خلاص ماشي Thank you.
شوف بعد كده المانوفر اللي احنا عملناه والسكشن اللي احنا عملناه نتيجته ايه؟ السلايد
السلايد اللي بعد كده بعد ما عملنا جو ثراست وعملنا سكشن والاي واي خلاص بقى كلير وبيتنج وطمنا تمام، مجرد ما سيبنا العيان لقينا بدا يحصل برده ان هو بدا يحصل ديساتوريشن وبرده في سموكينج وبدا يبقى الاستريس مره ثانيه. يبقى في الحاله دي المانوفر بتاع ان انا فتحت الاي واي مش هنا، محتاج اعمل ايه كمان؟ مينتنس. ايه؟ اعمل ميتين للاي واي، اعمل مينتنس للاير واي. ازاي؟ بالاورال اير واي. اورال اير واي او ليزر اير واي. طيب امتى استخدم ده وامتى استخدم ده؟ امتى ما ينفعش استخدم ده وامتى ما ينفعش استخدم ده؟ بريفورم ما ينفعش استخدم ليزر اير واي. ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش استخدم ليزر. ما ينفعش استخدم ليزر صح؟ وايه كمان ما ينفعش استخدم فيه ليزر؟ في عندي بيستاكسس. لا في بيستاكسس تمام. يبقى لو عندي بريشر بيت لا 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 هما لما بيقولوا مش بسمع بس علوا صوتكم يا ابني مش مطربين. بصي الميزو فرنج الاير واي امتى ما استخدموش؟ مين العيان اللي ما ينفعش يستخدمه ده في الاكس بروبالي؟ وايه كمان لو العيان عنده فراكشر بيز؟ ليه؟ لان انا ممكن وانا داخله بالميزه او داخله على البين او عنده فراكشر بيز او في ابستاكسس او لو العيان اصلا عنده بليدنج تندنس. يعني الناس جايبين المريض ده وقالوا لي على فكره خلي بالك العيان ده عنده اتريال فايبريليشن او عنده بقى عامل بلاند ريبليسمنت وماشي على انتي كواجوليشن تمام، او العيان ده هيباتيك مثلا عيان اصلا عنده ليفر سيروزس وعنده بليدنج تندنس تمام. في الحاله دي لا انا لما هعمل نيزو فارينجيال اير واي انا هعمل انجري وهعمل كروب تمام. طيب الاور فارينجيال اير واي بقى مين اللي ما اقدرش استخدمه قوي معايا؟ يوصل لغايه الفارنكس فالعيان اصلا لسه كان فيه بومب. لو حطيت الاور فارنجيال اير واي فممكن يقوم يدوس بومبينج مره ثانيه خلاص لو عنده انتك جاي. يبقى ده ما ينفعش تعمل معاه اور الاير واي. ما ينفعش تعمل معاه اور الاير واي. ممكن بص احنا براكتيكال ممكن نستخدم اور الاير واي بيكون صغير شويه. تعرفين احنا بناخد المقاس ازاي؟ بنحطه من ورا من بره. اولا النيزو فرنش الاير واي بشوف الكتاب بتاعته يعني مثلا هي معانا هنا قريب فانا هنفترض ان النيزو بس كتير. هنفترض انها نيزو حد يفتح. هنفترض ان هي نيزو فرنجيال اير واي خلاص. هنقول ان ده اول حاجه يبقى نيزو فرنجيال اير واي تبقى حاجه ناجحه تبقى جايه ايكوال كده شويه خلاص. بنقيسها ازاي؟ بناخد من المقاس من عند الاسموس بدايه لغايه هي تبقى جايه كيرف شويه يبقى لغايه الاي تمام. ده بيبقى المقاس بتاعها خلاص. ومفروض انا كمان بشوف الدايمتر كمان بتاعها ببص في الموز بتاع العيان واشوف هو عنده ميزه ولا سيمبتوميشن ولا حاجه وابص على الدايمتر كمان بتاعها. بنيجي فرنجل اير واي. طب بنقول فرنجل اير واي هو احنا مش بنستخدم يبقى مثلا الادار مش عارفه تقريبا من 6 ل 8 في مقاسات بس الفكره ان يعني ممكن حد يكون شورت مثلا واحد مثلا يكون طويل مثلا كيرو او كلام كده. فانت لازم تاخدي المقاس مش مجرد ان انا حاجه رقم ستاندر برضه لازم ان انا اقيسها على العيان خلاص. طب الاور فارنجيال اير واي يعني هتلاقي برضه في الادرس مثلا الاور فارنجيال اير واي 3 و4 و5 المقاسات بتاعته بقيسه ازاي؟ معناها المهم الاورا فرنجيال اير واي بقيسه منين؟ بقيسه من عند الانجل اوف ماوث تمام لغايه بقيسه من عند النوز هنا وده بقيسه من عند الانجل اوف ماوث. عشان شوفي ان هو يكون ايس فين عشان انت لو حطيتي واحد صغير قوي ممكن العين يبلع. حطيت واحد لان الهدف بتاعي ايه؟ ان هو الفتحه بتاعت الاير واي نفسها بتكون عريضه شويه انها تكون بره على اللبس بتاع البيشن. طب لو انا حطيت واحده صغيره شويه قصيره ممكن العين يبلعها لجوه شويه تمام. طب لو حطيتها طويله هعمله اوريديشن لان من ضمن الحاجات ان هو اوريدي ممكن يستمر جامد خالص.
خلاص احنا كده حطينا في العنان الاورو او النيزوفارينج الاورو. طيب العيان اوكي تمام فتحنا الاورو ياخد نفسه كويس لكن للاسف العيان بدا يبقى براتيك الريسبات ريت بتاعه بدا ينزل وبقى 6 بريز بير مينت. في الحاله دي هو محتاج اسيست فنتيليشن ولا هنبدا بايه الاول؟ بري اوكسجينيشن اعمل اوكسجينيشن الاول بالباج ماسك بتاعي لحد ما يجي لي الايكويبمنت بتاعه الانتراكيال انتيوبيشن. يبقى اول حاجه باج ماسك فنتيليشن تمام. احنا عندنا تو تكنيكس بنستخدمهم قصدي وانا بعمل الباج ماسك فنتيليشن. ايه هما؟ يا اما اعمل له 3-5 دقائق. لا انا بجمع تكنيك مش بجمع تقريبا ايه واحد اسيستنت لوحده او مع واحد assistant. ايوه معاك اساسا او معاكش اساسا. عندنا اللي هو مثلا ايه 1 person و 2 persons تمام. لو 2 يبقى واحد مثلا بس على بقه والتاني لو 1 يبقى هي دي الهاتف صح؟ ايه؟ دي الهاتف وبال ماشي برني. يعني لما نيجي نروح حواليك مره ثانيه اسويكوا بطيئه. اول حاجه لو انا العيان طبعا بيكون ان ده بيبقى فيه مقاسات يعني اصلا برضه على حسب البيشن اكتر بعمل ايه لو انا 1 بيرسون يبقى انا محتاجه ان انا مدين الاير واي اوبن تمام. احنا بنفتح نور ما نمسحش يعني اه صح محتاجه ان انا مدين اولا اما باجي امسك الماسك انا وانا ماسك الماسك بنعمل حاجه اسمها سي شيب انا بحط ايديا على الماسك كده والثلاث صوابع دول هم مش هيبقوا كده في الهواء هم ليهم استخدام معايا الاستخدام ده ان انا بحاول افتح بيه الاير واي. اول حاجه بحط الماسك على النوز بيبقى الدايركشن بتاعه يعني هو ده على الفيس بحط الماسك على النوز والجزء اللي تحت من الماسك بيكون فين على الشن هنا مش بيبقى تحت عشان ما يبقاش فيه اي خلاص بحطه هنا بحطه على النوز وبمسك كده. طب الثلاث صوابع دول الثلاث صوابع دول تحت المندل اعمل بيها جو ثراست تمام. وبيقول لو انا ايديا طويله شويه سواي طويله ممكن اوصل كمان لغايه الانجل تمام. لو ما كانش خلاص يبقى انا كفايه هنا وباك ده لو انا 1 بيرسون. طب لو 2 بيرسون هيبقى ايه اللي هيعمل واحد يبقى انا هبدا انا اعمل بقى ايه لو انا 2 بيرسون يبقى هعمل ايه واحد هيمسك الماسك بايدين الاثنين هعمل سي شيب من ناحيتين وارفع وعمل جو ثراست وحتى هيجي يعمل لي بالاول خلاص. يبقى ده التكنيكس الثاني باك ماسك الباك ماسك فنتيليشن ايه اللي ممكن اخاف منه في العيانين دول وانا بعمل له الامبوباك؟ اه ايه الريسك اللي ممكن يحصل معايا وانا بعمل الامبوباك؟ تفتح البين بس ونو ساوند نو ساوند ولوكالايزينج تو بين 3 3 4 لا لو كمان 5 6 هو 8 يبقى كده يبقى 5
ايوه ما انت بس وزعهم يبقى احنا كده خمسه موتور وان فيرمنت وتو ار يبقى الناس بتاعنا تمام يبقى ده كده انديكيشن فور ايه انتيوبيشن انتيوبيشن تمام يبقى البيشنت ده محتاج اندوتراكيال انتيوبيشن خلاص للاسف ان انا قلت معلش انا دكتور هو احنا لما اللي هو الجاب ريفلكس بيحصل له باور دين دي ما نعملش الكيوسك من نفسه لا ودي حاجه انفيزيف مانوفر طالما عندك سيمبل مانوفر كل حاجه انفيزيف فيها كومبليكيشن برضه يعني هي الفكره انا هعمل تراكيوستومي فعيان اصلا انا ممكن اشيله بعد يومين وابقى عامل سبت له فتحه هنا واعمل ده العيانين بيبقوا على الفنتليتور واللي هو اصلا مفيش امل منهم يتشغلوا على الفنتليتور مجرد بس زي ما نقول للريلاتيف الاهل بقى كلهم يا جماعه اللي عنده محتاج تراكيوستومي لان هو هيقعد على الفنتليتور مده طويله بتبقى مشكله فانت طبعا اكسبت الموضوع ده هو انا من اول دراسه في السكيل كام بعد ما تعمل تمام يعني على حسب الجادجمنت بتاعك مزاجك هنا العيان عمال بيرقع يقع طيب للاسف بقى ان انا يعني موجوده دلوقتي معايا العيان لكن للاسف ما بعرفش اعمل انتيوبيشن ما اتعلمتش انتيوبيشن ما بعرفش اعمله لا في حاجات اللي هي انتوا عنيفين قوي انتوا بتتكلموا حد مرتين ممكن اكلم حد وما تجيب سكينه مش اكلم حد ايوه طب لغايه ما حد يجي لك يعني انت لسه مثلا تكلمي حد كان اون فول قدامه لسه شويه وانت عملت ناس في دور ثانيه بقى هي في حاجات ثانيه معانا هنعمل ايه تاني بما ان انا مش قادره اعمل انتيويشن ومفيش حد افيلبل قريب مني لسه عم بتكلمكم اون فول لسه في بيتهم عمال ما يجي هفضل اعمل انا بالامبو بالدايك بالانس لغايه قد ايه خلاص انا قدرت اعمل كده انا عماله ماسكه يبقى عندي الاذر ويز اللي هي بس في حاجه اوتوماتيك في حاجه مره واحده مره واحده خلاص انا بس هفتح فيديو اليوتيوب اشوف فيديو خلي الناس اللي معايا تفتح فيديو اشوف ورينا نعمل ايه هتكلم حد يقول لي السبس لا لا ما انسى ما عندي اذر ديفايسز مش احنا عندنا بنستخدم الداريجيا ماسك اير واي والله كنت عايز اقولها بس حسيتها برضو زيها زي انتيوبيشن لا خالص انت لارينجيا ماسك مش محتاج لارينجو سكوب انت محتاج لارينجو سكوب انت لارينجيا ماسك بتاع كده ايوه تمام في حاجه ثانيه اللي اسمها كومبي تيوب اللي هي دي لطيفه جدا انت بتدخل التيوب وعلى حسب هتروح فين احنا ما عندناش غير واحده تراكيه وواحده اصفي بس هي كومبي تيوب اللي هي باي مش اصفي ايوه مش واحد اللي انت عندك تو وهي بتدخلها دخلت في المصافي دي يبقى عندك في اكسس للتركيه دخلت التركيه الحمد لله دخلوا بره انت عملت انت تركيه طلعت لا ما طلعش هي اوريدي هوريك صح هي لا هي اوريدي بتبقى فيها ديستال اوبننج وفيها فينستريشن قبل الديستال اوبننج حتى لو دخلت بالديستال اوبننج دي في المصافي دي بقت الفينستريشن قصاد مين التركيه فهتعمل اوكسجينيشن بالعطريه فينستريشن دي حاجه ثانيه فيها خاصه لا انت مش ده بقى انت جاست انت عملت ما دخلتش هواء في المصافي بس ما هي من فوق بتبقى ليها اتنين واحده بتدي فيها هواء في لو هتدي على المصافي بس عشان دي مش هتستخدمها دي ممكن تركب من خلالها بقى نيزو بس تيوب الثانيه هي اللي بقى بتستخدمها اللي هي الفينستريشنز اللي عندك كده فدي بتبقى ليها او اللارينجيال ماسك اللارينجيال برده بيجي فين اخر بيقف فين عند الفارينكس تمام وبرده تبقى الاوبننج بتاعته فيسنج التراكيه فانا هعمل برده اوكسجينيشن خلاص بس هي دكتور مش كده انتوا برده نفس القصه انا عندي يعني هم بيعملوا كل حاجه كلها عشان ده اخر حاجه بالنسبه لي اصل لا البيز لا خالص البيز بقى ايه انت بتحاول من شوت مورفي يا راجل بيعمل كل حاجه سوبر مان الشوت ده بيعمل سمار وبيعمل جراحه وبيعمل وبيعمل يعني ده انت لو انت بتخسر كل حاجه بيعمل حاجات كلها خلاص اصل انا اقول لك حاجه انت بكل بساطه انت هنا ممكن لو انت فعلا بتعمل كيميكال ثيرابي انت دي حاجه يعني لاس لاين بالنسبه لك ان انت بتجرب لان انت لو حصل اي حاجه لو حصل انت دخلت في اي بزل دخلت في اي ار تي ولا اي حاجه
والعيان مثلا عنده ابنورمال اناتومي فانت هتعمل كارثه بعد ما تنقذ العيان هتعمل سيفيكيشن تمام. طيب وصلنا ان احنا حطينا للعيان اخترنا لارنجيال ماسك اير واي وحطينا للعيان لارنجيال ماسك اير واي خلاص بقى نبدا نكمل بقى السيرفي بتاع البيشنت وبعدين جه بقى دكتور الانكول جه الحمد لله وعمل اندوتراكيال انتيوبيشن. ايه بقى النكست ستيب بعد كده؟ انا عاوز دكتور انتيوبيشن اه احط بقى ميكانيكال فنتيليشن بالظبط ميكانيكال فنتيليشن اساس اللي هو دخل اصلا كابتوميتر كابتوميتر حاجات بعمل بيها برضه اسسمنت. يبقى المهم ان انا عايز اعمل اسسمنت ان الاي واي ده خلاص في مكانه ومعيد اكس راي اكس راي اسكالتيشن لل ممكن نعمل عشان نشوف السي او ده بتاع السي او عشان نشوف الاسيماتيكال تشيست شوف السماعه واسمع الاستون ان هي ده بقى عيان تاني عايزين في الطوارئ برضو جالنا عيان 36 سنة أرسمين برضو جاي موتور فيكل كوليجي وهو اللي كان بيسوق وخبط في شجرة للأسف كراشد اندو تري وما كانش حاطط السيت بيلت بتاعته كان فيه وعنده بقى ماسيف فيشيال انجري تمام وسيفير ريسبيرتوري ديستريس والمست كومبليتلي اوبستراكتد اير واي يعني مفيش اي اير انتري مسموح موسلي ممكن يكون عنده حاجة قفلة الأفر إير واي أو سبب فيشيال إنجري أو سبيل إديمة أو حاجة الهارت ريت بتاعه 130 الضغط 140 على 80 أما حطيناه على أكسجين الهاي فلو أكسجين الساتوريشن بتاعه 82% خلاص. حاولنا معاه قبل ما نبدأ ندخل على الكريكوثيراتوم حاولنا معاه الأول برضو إن إحنا فتحنا الإير واي إن إحنا عملنا باك ماسك بالفليشن بس للاسف العيان بدل ما يبدا يحصل له امبروفمنت العيان مور ديتيريوريشن وبقى عندي كومبليت اوبستراكشن ومفيش اي اير انتري خالص والساتوريشن بتاعه بقى حاجه وسبعين خلاص. طيب في الحاجه في الحته دي بقى ايه الاوبشنز بقى اللي احنا اللي هنعملها لا ما احنا قلنا تركيز مش احنا هنعمل يا اما سيرجيكال او نيدل كريكوثيرابي نيدل كريكوثيرابي او سيرجيكال يبقى احنا في الحاله دي هنلجا للسيرجيكال لان كل الحالات الثانيه اللي هي ما فيهاش اي سيرجيكال انترفنشن فشلت معايا وما فيش اي امكانيه ان احنا نعمل انتيوبيشن بسبب المسل فيشال فاميلي او نوت فاميلي والسيرجيكال كريكوثيرابي هنلجا لايه بقى؟ للنيدل للنيدل يعني مور تمام؟ طيب ايه اللاند مارك بتاعتنا في النيدل كريكوثيرابي او في السيرجيكال عموما؟ في الكريكوثيرابي الثايرويد بارتلج ما بين الثايرويد وغير الكريكويد ايوه الثايرويد بارتلج وتحتها على طول الكريكويد وده بيبقى لاند مارك. طيب انا بعمل ايه عشان ادخل الكريكوثيرابي لازم ارفع لا هي بيفضل العيان برضه نفس ما عندهاش فيشن ولا اي حاجه انا الفكره ان انا عايزه اثبت الاير واي خلاص فبثبته بايه بالثام وبالميدل فينجر تمام يبقى بثبته كده وابدا اعمل لوكاليزيشن يبقى بثبت كده تمام وابدا اعمل احدد بقى انا هو ده الثيرويد تحتها الكريكويد وفي بينهم الكريكوثيرويد انا كده حددت المكان ابدا ادخل بايه بوايت كور نيدل وابقى موصلاها على سيرج والسيرج دي تكون مليانه او نصها يكون مليان سلام عشان تضرب عشان يحصل ضغط ايوه ادخل النيدل فين في الثيرويد برين انت كده مثبت الاير واي خلاص بسبوعك ده هنا الثيرويد كورتج تمام بعدها الكريكويد في النص حته دروب كده دي الكريكوثيرويد برين حته صغيره قوي يعني على واحد التب بتاع الفينجر مش لا ما لو العيان لو انت فارق كده هتلاقيها بقى اصغرت هي دي اللي هتحط فيها التب في الفينجر ايوه هتحسها بروبه شويه مش عريض مش كبيره قوي طب لما اجي احط الابره لما نيجي نشوف تحس ان حاجه واسعه لكن في الحقيقه هي بس انت شويه بقى العين وهو نايم فبتبقى عندك الفرصه ادفانس النيدل بقى ليه انجل ايه ادفانس النيدل هتبقى 30 ديجري في اتجاه فاكره الاستراتيجيه ايه
بتخش وبيبقى فيها مخرج دي بتحط منها الكاتيب كالينا الكاتيتر عباره عن ايه انت بتحط فيها بقى زي سنترال فينس كاتيتر ده عباره عن فينس كاتيتر ده كاتيتر ده تيوب كده ده بيبقى عباره عن بيبقى تيوب كده يبقى عندك ميدل وفيها سيرنج اسفل وفيها ميدل الميدل دي بتكون مفتوحه كانها كانيولا خلاص بتبقى الميدل نفسها مفتوحه بتشوف مثلا الفين انا بركب مثلا اذا كان انترنال جاجلر او سب ليفي خلاص انا جبت الفين ودخلت فيه اخترت كده انا دخلت جوه الفين بيكون مع السنترال جايدر بيكون معاه حاجه بنسميها جايدر حوايه رفيعه كده بقوم مدخلاه من الفتحه دي عشان خلاص انا كده دخلت جوه الفين واقوم شايله النيدل بقى مين اللي موجود الجايدر بعمل دايلاتيشن وبعدين ادخل بقى السنتر بتشير الجايد واير السنتر دي استنت دي بتوصل لغايه السوبيرو بينكل عشان بعدين اشتغل كويس المايندر بروسيس انا قادره في خلاص المهم لكن الكانيولا دي انا بركبها فين ممكن اركبها هنا اكسترنال جاجل اخرها هتبقى هنا عمرها ما هتدخل لجوه لكن الثاني انا بدخله في الديب فينز في الانترنال جاجلر او السب كليفي وبيوصل لغايه السوبيرو فينكال انت بتعمل ايه بقى ده حاجه بره الموضوع مش عليك النهارده ايه خلاص احنا عارفين ايه المفروض الحاجات دي كلها المفروض الحاجات اللي احنا بنقولها دلوقتي كل ده حاجات يعني حاجات على كورس ايه يعني المفروض ان اي حد في السيارة لا انسان في الناس تحت سيبس كارديو فاسكولار سيستم عموما لو حد طلب منك حاجه قول لهم ما اعرفش علموني يعني عشان مساله قانونيه خلاص حد عنده سؤال؟ احنا بعد ما دخلنا الكانيولا في
في الكريكو في الكريكو ثايرويد ميمبرين عملت ايه بعد كده؟ احنا دلوقتي حللنا اهو انجز بقى ما عندوش تقريبا الثايرويد كارتج مش حساسه يعني. المهم احنا معانا النيل بقى ايه خلاص انا شفت الثايرويد كارتج تحتها انا افترض ان هنا كريكويد وهنا ما بينهم هدخل كده تمام ما تخموش بقى خلاص 30 دقيقة سكان وابدا طول ما انا داخله ابدا اعمل ايه بعمل اسبريشن لغايه لما الاقي ان بدا يبقى في بابلز طبعا المفروض دي بيبقى حوالي نصها مليان سلام تمام وانا بسحب الاقي في بابلز خلاص انا كده اطمنت ان انا ايه هعمل ايه خلاص انا هطلع بالنيدل كاني براكب كانيون وهكمل بقى خلاص انا جبتها. طيب انا عايزه اوصل عليها دي مش عارف اوصل عليها دي لان دي واسعه اه انا فاكر خلاص دي مش عارف ان انا اوصلها عليها طب نعمل ايه بنجيب سرنجه مثلا 3 سم واوصلها بيها وبعدين اوصل واخد واشوف مثلا عندي اي اندوتراكيال تيوب اخد التيب بتاعتها واوصلها وابدا اعمل بس خلي بالكم دي بتصرف اه بالظبط كده بس خلي بالكم ان دي رفيعه قوي فانا مش عارف اعمل بالباور بتاعها انا الهدف ان انا لغايه لما يبقى في عندي مور انترفنشن ان دي حاجه مؤقته عشان سيفنج لايف انترفنشن تمام انا ببدا اعمل ايه بالراحه خالص جنتل قوي بدي هواء للبيشنت تمام وطبعا دي بتبقى مفصله على سورس اوكسجين هاي فلو على هاي فلو دكتور بعد ما يعني ما خلاص بطل يعني بعد ما بشيلها بقى في سكار او حاجه ولا هي لا مكان النيدل مش السيرجيكال اه هي وبعدين سخيفه قوي لان هي السيرجيكال احنا ما بنعملهاش كده احنا بنعملها بالكوب غير الكراكيوستومي بنعملها بالعرض فبتكون حتى لما بيحصل ايه بتكون مع الفيس بتاع النك دي اللي بتفضل باينه بتفضل على نفسها هنشوف خلاص اوكي طيب فاضل حاجه واحده بقى اللي احنا عايزين نتدرب عليها العيان ده انا عايزه اعمل له ستابلايزيشن للسيرفايكال سباين هنعمله ازاي بالكولر طب لغايه لما يجي لي الكولر دي اول انا بركب الكولر بقف ورا العيان ازاي بقف ورا العيان برضه على حاجه هارد طب ورقبته بقى نفسها عشان ما تتحركش يمين وشمال اه ده زي تقريبا سلايد باك شويه يمين كده سلايد باك بعد ما احط بعد ما احط النيكو ده هادي كويس انا بقى عشان اسخن مخده لا لا سلايد باك سلايد باك كيس سلايد كويس ندرس غريب قوي ممكن انا ابقى مثبته راسه او سان باك اللي عندك ابقى مثبتاها عشان ما تروحش يمين ولا شمال خلاص وساعات يعني لو حد مثلا ممكن انا الاقي نفسي برضه اتحرك كتير قلنا سلايد باك فرع جوه احمد احمد حاجه ان انا ابقى ماسكه عند الشولدر وحاطه راسه بين بين التو فور ارمز عندي خلاص ابقى كده مثبته لغايه لما حد يجي يدخل النيك كولر بالراحه خالص من هنا وبعدين لغايه كده وبعدين اقفلها بس كده ايه حافظت على اللي هي المانيوال اللي معايا تمام اوريكم فيديوز بس لو يا ريت واحده دي كلها واخدينها عايز اعمل نسخه الكولر ولا لا الحركه دي خدتوها ايه هي دي؟ ما هي دي المفروض الستاندر بس يعني مع البراكتس او كلام كده حتى في الاي تي ال اس نفسها بيقول لك ان ممكن اذر يعني اذر واي بدل ما تعمل كده لان ممكن بعد شويه برضو ايديك تحصل انها تراخي شويه ما تقدرش ان انت تعمل تلاقي ايدك حركتها غصب عنك فده يعني اعمل حاجه عشان انت كمان تكون مرتاح ان انت تكون ماسك الشولدر ماسك الشولدر وايدك كده انت حاطط راسه بين ايدك مش عارفه ايه ده في حاجه بلوري هنا شايفه في البرة ايه ده هنزل حاجه في السوفت وير يعني ولا صديق فين وكده افتحها تاني شوف فين وافتحها تاني اضطر بقى اقفله خالص صح ريبوت